بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنستكمل الكلام عن البي ال اس كيو ال لوبس. لو تذكروا حضراتكم احنا في المره الماضيه تكلمنا عن اللوب ستيتمنت، وتبقى عندنا نوعين من اللوبس اللي هي الوايل لوب ستيتمنت والفور لوب ستيتمنت. الوايل لوب ستيتمنت زيها زي اللوب ستيتمنت، بتستخدم في تكرار مجموعه من الجمل او مجموعه من الاكشنز عدد معين من المرات خلال البرنامج بتاعي. السنتكس بتاع الوايل لوب بمنتهى البساطه عباره عن كلمه وايل ثم بحدد بوليان كونديشن. البوليان كونديشن ده هو شرط الاستمرار في اللوب، بمعنى لو الكونديشن ده طلع بترو اذا انا هستمر في تكرار هذه الجمل، لو الكونديشن ده طلع بفولس اذا انا هتوقف عن تكرار هذه الجمل وهخرج من اللوب واستكمل بقيه الكود اللي في البرنامج بتاعي. ثم بعد الوايل والكونديشن بكتب كلمه لوب وبذكر مجموعه الجمل المراد تكرارها وبنهي اللوب بتاعتي باند لوب. الملاحظ على الوايل لوب حاجتين. الحاجه الاولى ان انا ما بحددش عدد مرات التكرار قبل الدخول في اللوب، لكن استمرار التكرار من عدمه بيتوقف على هذا الكونديشن. الكونديشن ده لو طلع قيمته بترو اذا انا هستمر في تكرار هذه الجمل، لو الكونديشن ده طلع بفولس اذا انا هتوقف عن تكرار هذه الجمل وهنتقل لتنفيذ باقي الكود اللي في البروجرام بتاعي. الملحوظه الثانيه ان الوايل كونديشن دوت موجود قبل اللوب بادي، وبالتالي انا ممكن الجمل دي لا تنفذ ولو مره واحده حتى. ليه؟ لان انا قبل ما يخش في اللوب بادي لازم اعمل ايفالويشن للكونديشن ده. هنفترض ان الكونديشن ده طلع بفولس من اول مره، اذا هذه الجمل لن تنفذ ولو مره واحده. الكلام ده لو تاخد بالك عكس اللوب ستيتمنت. اللوب ستيتمنت كان شرط الخروج منها موجود بعد اللوب بادي، وبالتالي كان الجمل دي بتنفذ ولو على الاقل مره واحده. تمام؟ طيب خلينا ناخد امثله توضح لنا الوايل لوب اكثر فاكثر. المثال الاول بيقول print out the word hello 5 times، هو عاوزنا نطبع كلمة hello 5 times خمس مرات. اولا الوايل لوب ستيتمنت زيها زي اللوب ستيتمنت، ما فيهاش حاجة بتقول كم عدد مرات التكرار، وبالتالي بنضطر لاستخدام ما يسمى بالكاونتر. الكاونتر ده احنا قلنا عليه ان هو عبارة عن variable بيبقى نوع number وبديله قيمة ابتدائية وبستخدمه في حساب عدد مرات التكرار اللي وصلت لها لحد دلوقتي. فانا هنا عرفت فاريبل اسمه كاونتر نوعه نمبر واديته انيشال فاليو كام بواحد، ثم بجن ده طبيعي عشان هبدا اكتب الكود، وبعدين وايل والمفروض هنا احط شرط الاستمرار في هذه اللوب. فانا هنا شرط الاستمرار بتاعي هو بيقول لي انا عاوز اتكرر الكلام ده خمس مرات، يبقى انا هستمر طول ما قيمة الكاونتر ده أصغر من أو تساوي كام؟ خمسة. ثم كتبت كلمة لوب وبعدين كتبت الجملة المراد تكرارها اللي هي كلمة هلو وزودت الكاونتر بواحد. ليه بقى بزود الكاونتر بواحد؟ لأن أنا بستخدمه عشان أحسب كام عدد المرات، فكل مرة بعدي في اللوب بزود قيمته بواحد. كل مرة بعدي في اللوب بزود قيمته بواحد. طبعًا كل مرة اللوب بتيجي تتنفذ بيحصل ايفالويشن للكونديشن ده، فبيسال هل قيمه الكاونتر اصغر من او تساوي الخمسه؟ لو طلع الاجابه بترو هيدخل في اللوب ويكرر هذه الجمله، طلعت الاجابه فولس اذا مش هيدخل اللوب ويخرج براها ويكمل بقيه الكود. لو انا عاوز اكتب الكلام ده قصادك خلينا نجربه كده. انا هعمل set server output on عشان يسمح لي الرسائل اللي بطبعها تظهر على الشاشه، وبعدين هعرف الفاريبل اللي هستخدمه ككاونتر. انا هنا للسهوله هسميه كاونتر وده نوعه نمبر وهديله قيمه ابتدائيه بكام؟ بواحد. بعد كده هعمل بيجن وبعدين ابدا اكتب الكود بتاعي. الكود بتاعي انا عاوز اكرر الجمله دي خمس مرات، فانا قلت الشرط بتاعي ان الكاونتر ده يكون قيمته اصغر من او تساوي الخمسه، يعني طول ما قيمه الكاونتر ده اللي هو بادئ بواحد
اصغر من او تساوي الخمسة يعني ايه؟ يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. افضل نفذ. هتنفذ ايه بقى؟ هتنفذ لي الكود اللي داخل اللوب دي اللي هو طباعة جملة هلو وورلد داتابيز مانجمنت سيستم اندرسكور اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، ثم بكتب الجملة اللي هي هلو وورلد، وما انساش ابدا ان ازود الكاونتر، فاقول ان الكاونتر دلوقتي بيساوي الكاونتر زائد واحد. الخطوه دي يا جماعه مهمه جدا، الخطوه دي لو ما عملتهاش يبقى انا دخلت في انفينيت لوب. ليه؟ لان انا عمري كده ما هوصل بالكاونتر ان هو يكون بخمسه، هيفضل الكاونتر قيمته على طول بواحد، والواحد على طول اصغر من الخمسه. فلازم الخطوه دي عشان ما بقاش دخلت في انفينيت لوب، ها، او اندلس لوب، ماشي؟ خلي بالك من الحته دي مهمه جدا. ثم طبعا بنهي اللوب بتاعتي باند لوب، وانا كنت فاتح بجن ما انساش ابدا ان انا انهيها باند. وبعد ما خلصت بنفذ بفورورد سلاش، فطبع لي فعلا كلمه هلو خمس مرات. تمام، بسيطه صح؟ طيب خلينا نرجع نشوف مثال تاني. هنا بيقول برنت اوت ذا نمبرز فروم 1 تو 10، عاوزك تطبع لي الارقام من 1 ل 10. فاحنا بمنتهى البساطه برضه هنعمل كاونتر، فانا عملت كاونتر اهو نو نمبر واديت قيمه ابتدائيه بواحد، وقلت بجين، والشرط عندي وايل ان الكاونتر ايه بقى؟ اصغر من او يساوي ال 10، صح؟ طول ما الكاونتر ده قيمته اقل من او تساوي ال 10 استمر في طباعه الجمل دي، او استمر في تكرار هذه الجمل. يبقى الكاونتر طول ما قيمته ب 7 ب 8 ب 9 ب 10 اوكي. اول ما قيمته تبقى مخالفه للكونديشن ده، يعني قيمته مثلا تبقى 11، فهيجي يقول هل ال 11 اصغر من او تساوي ال 10؟ الاجابه طبعا بفولس، اذا هيتوقف عن دخول اللوب وهينهي تنفيذ او تكرار هذه الايه الجمله، صح كده؟ فانا لو عاوز انفذ الكود ده تعال نجربه مع بعض اهو بمنتهى البساطه. انا هعمل بس كلير عشان تبقى الدنيا سهله اهو. انا هقول ديكلير انا عاوز اعرف كاونتر، انا بعمله تاني اهو كاونتر. الكاونتر ده نوع نمبر وخلاص بقى، انت مليني بقى، برافو عليك صح، اديله قيمه ابتدائيه بواحد صح كده. وبعدين هعمل ها بيجن، برافو عليك. وبعدين ها مليني بالظبط، هحط بكلمه وايل واحط الشرط. الشرط عندي ان الكاونتر، الشرط عندي ان الكاونتر يكون اصغر من او يساوي ال 10. لو سمحت لو كاونتر اصغر من او يساوي ال 10 نفذ لي الجمله دي. فانا قلت اطبع لي داتابيز مانجمنت سيستم اوتبوت دوت بوت اندرسكور لاين، ادي الجمله تصادف في الطباعه. خلينا نطبع جمله مفيده، فانا هقول له ذا كاونتر reaches وصل، ها، وبعدين هعمل concatenation مع قيمة الكاونتر. ثم ما انساش ابدا ابدا ان انا ازود الكاونتر عشان ما اخشش في انفينيت لوب، فاقول الكاونتر بيساوي كاونتر زائد واحد كده. انا كل مرة بقول ان وصلت لحد كام في اللف بتاعي، صح؟ وبعدين end loop، ثم انا كنت فاتح begin فانهيها end، عاوز انفذ يبقى فورورد سلاش، فقال لي كاونتر ريتشز 1 2 3 4 10 لحد ال 10 وخرج من اللوب، لان بعد كده هيبقى 11، وال 11 اما نيجي نعمل الكونديشن ده هيطلع قيمته بايه؟ بفولس، اذا هتوقف عن تنفيذ اللوب. خلاص يا شباب؟ ادي بمنتهى البساطه الوايل لوب ستيب.